بدأنا بالاستيطان ونختم بالاستيطان أيضا، والتفاهمات الأخيرة بين بيني غانتس وزير الأمن وأيالة شاكيت وزيرة الأمن الداخلية حول التعهد بتحديث المشاريع الاستيطانية بالضفة والقدس والأغوار كل 3 أشهر وفقا لما نشر في صحيفة إسرائيل هيوم. وأفادت الصحيفة أن هذه التفاهمات جرى التوصل إليها خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، بحيث تعتمد هذه التفاهمات بالأساس على الاتفاق الذي كان قائما بين رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو وقادة المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. أي أن هذه التفاهمات على ما يبدو كانت موجودة في الاتفاق قبيل تشكيل الحكومة، كما جاء في البيان الذي صدر عن رئيس مجلس المستوطنات بالضفة الغربية دافيد لحاني عقب الاجتماع بوزيرة الداخلية، أننا نثق ونعتمد على الوزيرة شاكيت ونتمنى أن تكون هذه الحكومة داعمة للمشروع الاستيطاني. وللمعلومة أيضا يذكر أن مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية في جيش الاحتلال الذي يصادق على المشاريع الاستيطانية اجتمع آخر مرة في 17 من كانون الثاني الماضي، وصادق المجلس في حينه على 792 وحدة استيطانية على مراحل. أما مكتب وزير الأمن بيني غانتس فعقب على هذه التفاهمات وقال بخصوص ما ينشر عن التفاهمات بين غانتس وشاكيت بخصوص البناء الاستيطاني بالضفة، لا يوجد أي أساس لهذه التفاهمات ولم يكن هناك أي تفاهمات بهذا الخصوص ضمن مفاوضات تشكيل الحكومة، إذ سيتم التعامل مع المشروع الاستيطاني من خلال مظلة المؤسسة الأمنية، ونوصي كل وزير التعامل مع القضايا التي في مجال صلاحيات واختصاص مكتبه. إلى هنا وصلنا إلى نهاية بانوراما، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وكونوا بخير.